Guten Abend für alle. مساء الخير للجميع. اليوم أحضرت لكم عدة جمل مفيدة وجاهزة ويعني مشكلة على صيغة الماضي التام. نصفها يتبع فعل sein ونصف الآخر يتبع فعل haben. إذا لنبدأ بهذه الجمل. مثلا عندما نذهب وفي الشارع نمشي في الشارع ونرى تجمعا للناس، فمثلا يكون هناك حادث ما فنقول للآخرين was ist hier passiert. Was ist hier passiert؟ هذه جملة تعني ماذا حدث هنا. هي ليست في الحاضر وإنما هي مصاغة بصيغة الماضي، لأننا استخدمنا ist الذي يتبع فعل sein كفعل مساعد، ثم استخدمنا passiert الذي هو participe تصفي لفعل passieren. إذا was ist hier passiert؟ ماذا حدث هنا؟ ممكن أن أقول أيضا عندما أنا أنزل من الباص أقول ich bin aus dem Bus ausgestiegen. إذا هنا استخدمت فعل sein وهو ضمير الشخصية الأول، التصريف الأول ich bin aus dem Bus. إذا هنا عندنا حالة داتيف في حرف الجر aus dem Bus. der Bus أصبح dem بسبب وجود حرف الجر aus مثل ما أخذناها سابقا. وهنا استخدمنا الparticip تصفي للفعل aussteigen. aussteigen الذي هو الآن ausgestiegen. gestiegen. إذا أنا نزلت من الباص. أنا نزلت من الباص. عكس هذه الجملة أنا صعدت إلى الباص فأقول هو مثلا صعد إلى الباص ist in den Bus ein gestiegen. إذا هذه جملة مبنية على صيغة الماضي التام. نعم هي مبنية. لماذا هي مبنية على صيغة الماضي التام؟ لأننا استخدمنا فعل sein كفعل مساعد وهو هنا ist هو ist أين؟ ماذا فعل هو؟ in den Bus eingestiegen. هو صعد وخلاص، يعني صعد إلى البوس. in den Bus. Bus der Bus أصبحت هنا den Bus لأننا عندنا هنا حالة أكوزاتيف، وقلنا نحن سابقا أن فقط المذكر هو الذي تتغير أداته من دير إلى دين وأين إلى أينن. إذا إن دين بوس صعد إلى البوس. ثم عندنا جملة أخرى وهي على شكل سؤال، فنقول لأحدهم بستو تسوم أرس جيجانجن. إذا هل ذهبت إلى الطبيب؟ إذا استخدمنا هنا الفعل في البداية فأصبحت جملة استفهامية البيس تو، ثم هنا الفاعل دو هو الضمير الشخصي وهو في مرتبة الفاعل. إذا بيس تو تسوم أرس. إذا تسوم أرس عندنا تسو حرف الجر وأرس اسم مجرور بحرف الجر الذي هو تسو. إذا دير أرس ديم أرس. المفروض أن نكتب تسو ديم أرس، ولكن تسو ديم لا تكتب، تكتب نكتب مكانها تسوم أرس. جيجانجن هو participe تصفي أو اسم المفعول للفعل الأصلي في حالة المصدر الذي هو جيهن. إذا ماضي جيهن هو جيجانجن في الماضي التام. طبعا هناك عدة أشكال أخرى من الماضي. إذا جيجانجن هو participe تصفي للفعل جيهن. وأخيرا في مجموعة الزاين عندنا فعل أو جملة Wir sind gestern nach Wien gefahren. إذا هل هذه جملة مبنية بصيغة الماضي التام؟ نعم استخدمنا فعل sein كفعل مساعد. Wir sind نحن gestern بالأمس إلى فيينا nach Wien gefahren سافرنا. إذا gefahren هو participe تصفي أو بالعربي اسم المفعول لفعل fahren. إذا participe تصفي هو gefahren، تم السفر، سافرت أو سافرنا نحن حسب الضمير. هل أستطيع أن أقول أن أغير الضمير الشخصي والفعل هنا؟ طبعا أستطيع أن أقول ich bin gestern nach Wien gefahren. ها ich bin. هنا هل أستطيع أن أغير؟ نعم
Ich bin in den Bus eingestiegen. هل نستطيع هنا أن نغير ضمير؟ نعم. Sie ist aus dem Bus ausgestiegen. مثلا. ننتقل للمجموعة الثانية وهي المجموعة التي تتعامل مع فعل haben، وهناك أفعال كثيرة جدا تتعامل مع فعل haben، ولكن نأخذ الأكثر استخداما. مثلا أقول Ich habe das nicht verstanden. عندما أتحدث مع الآخر ويعني أحيانا لا نسمعه أو لا نفهم عليه يعني بالضبط، فممكن أن نقول له Ich habe das، يعني das شنو؟ ما تتحدث به أنت، nicht verstanden، لم أفهم ما تتحدث به أنت. أو إذا كان الموضوع يتعلق بالسمع، أحيانا أيضا نحن لا نسمع يعني بالضبط ما يقوله الآخر، فنقول له مثلا هو لم يسمع er hat das ما يقال nicht gehört، إذا لم يسمعه er hat das nicht gehört. أو ممكن أقول أنا ich habe das nicht gehört bitte، لم أسمع ما تقوله رجاء. نقول جملة أخرى مثلا sie hat heute Reis mit Fleisch gekocht، إذا هي اليوم طبخت، ماذا طبخت؟ الرز مع اللحم، رايس ميت فلاش. إذا هل هذه جملة مبنية بصيغة الماضي التام؟ نعم. لماذا؟ لأننا استخدمنا فعل هابن كفعل مساعد، وهنا هات حسب الضمير، هنا هي زي هات هويته اليوم رايس ميت فلاش، الرز مع التمن جيكوخت طبخت. إذا جيكوخت هو بارتيسيب تصفاي للفعل كوخن، إذا ماضي للفعل كوخن طبخت. هل ممكن أن نغير هذا الضمير؟ نعم، ممكن أن أقول Ich habe heute Reis mit Fleisch gekocht، أو ممكن أقول Ich habe gestern بدل heute Ich habe gestern Reis mit Fleisch gekocht. الجملة الرابعة هي Ich habe einen romantischen Film gesehen. إذن عندي هنا الفعل المساعد هو habe ومصرف حسب الضمير الشخصي ich habe einen romantischen film، يعني فيلم فيه حب، فيه قصة حب، يعني romantisch gesehen رأيت، إذا رأيت فيلما فيه قصة حب. gesehen هو participe تصفي لفعل sehen، إذا gesehen تأتي بمعنى تمت رؤيته، تمت مشاهدته، أو رأيته أنا مثلما موجود هنا Ich habe einen romantischen Film gesehen. جملتنا الأخيرة hat هو zusammen سوية mit seiner Schwester مع أخته Deutsch gelernt، إذا تعلم الألمانية. gelernt ما معنى gelernt؟ هو participe تصفي أو اسم المفعول من فعل learning. إذا gelernt تم تعلمه، تم تعلمه gelernt. إذا hat gelernt هو تعلم، تعلم ماذا؟ تعلم الألمانية Deutsch مع من؟ mit seiner Schwester. لماذا seiner لأن Schwester اسم مؤنث، إذا die Schwester سوف تصبح دير شفيستر، لأننا استخدمنا حرف الجر ميت الذي يعمل دائما داتيف، دائما يعمل داتيف وليست له علاقة بالأكوزاتيف، إذا دائما داتيف ميت زاينر شفيستر. المفروض أن نقول ميت زاين شفيستر، ولكن عندنا حرف الجر ميت، إذا مثل ما نقول دي تصبح دير، إذا زاين سوف تصبح زاينر، إذا ميت زاينر شفيستر دويتش gelernt. إذا هو تعلم سوية مع أخته اللغة الألمانية. أتمنى أن تكون هذه الجمل مفيدة لكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.